اهلا، كيف حالكم؟ شو تكون طيبين يا جماعه؟ شايفين لابسه احمر ولسه لا الروج لسه مو احمر، ان شاء الله راح يصير احمر لان اليوم قررت ان احتفل بعيد الحب وعيد المحبه، وان شاء الله يا رب كل ايامكم كمان تكون محبه وسعاده وحب. المهم يا جماعه، زي ما شفتوا اول شيء الثلاجه اللي افتح لكم اياها كذا الاشياء تنزل من كثر الاشياء اللي فيها. طبعا طول اليوم قاعد اطبخ واكرف وكل شيء عشان استعد لهذا اليوم. حبيت افاجئ عبد الرحمن بهذا اليوم. طبعا السنه اللي فاتت هو فاجأني، بس نص مفاجأة، كان نصها مقلب ونصها مفاجأة، الله يسامحك يا عبد الرحمن. المهم أنا قررت هذه السنة أنه أنا أفاجئه وأكون أنا الطيبة وأكون أنا اللي زبطت كل الأجواء، فجسيت نبضك قلت له أنت فاكر أنه في عيد الحب وفاكر أنه في هدية ولا لا؟ قال لي لا ولا يهمك أبشري والله الهدية اللي تجيلك. فقلت له خلاص دامك لسه ما رحت اشتريت الهدية، ايش رايك اليوم تروح تشتريها وبس لا ترجع لي بدري، ابغاك تطول قد ما تقدر لانه راح اكون مره مشغوله وراح اطبخ واجهز البيت، فابغاك تيجي وتتفاجأ. صورت فيديو كامل عن تحضيراتي وطبخاتي لعيد الحب. طبعا اللي مو مشترك في قناتي يروح الان يشترك ويشوف الفيديو، تاخذوا منه افكار. حتى اذا ما احتفلتوا بعيد الحب ممكن تسووا هذه الطبخات باي يوم تفاجئوا فيها اهلكم اصحابكم. قبل ما نبتدي يا جماعه لا تنسوا تدعموا القناه باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا نبدا. لبسنا انا ولين وجهزنا، باقي اخر خطوه اللي هو تزيين البيت. حوريكم الاشياء اللي جبتها. اول شيء عندي هذه الشموع اللي تشتغل بالبطاريه، بعدين عندي بالونات جبتها على شكل قلوب لونها احمر، بعدين جبت هذه الشموع اللي فتحتها يا جماعه ما جالها صبر، وعندي هذين الوردتين. طبعا راح افتح البتلات كذا وارميها على الطاوله، وعندي هذه الشمعه الحمراء راح الاقي لها كذا مكان حلو احطها فيها. خلصنا تجهيزاتنا، متحمسة لوني نوريهم النتيجة النهائية. يا جماعة طلع شيء خيالي، والله ما توقعت انه كذا حتكون اجواء رومانسية وحمرة وتجنن، فالحين راح اوريكم النتيجة. اوكي يا جماعة شايفين هذه الطاولة صارت جاهزة. طبعا كل هذه الأكلات صورتها لكم وشاركتها معاكم في قناتي، إذا حابين تشوفوا الطريقة والوصفات ما عليكم إلا تزوروا قناتي حتلاقوا رابطها بصندوق الوصف. والله الصراحة يعني واو فخورة بنفس اليوم. شوفوا حتى هذا قطعته على شكل قلوب لأن اليوم لولي إيش؟ والله يا جماعة لولي خلاص جهزنا كل شيء، فالحين حدق على عبد الرحمن. انا دقيت عليه قبل ربع ساعه وقلت له خلاص خليك تحت البيت، الحين راح اقول له يلا اطلع. عبد الرحمن الو
يلا خلاص بس مسموح لك تطلع الآن. يلا يلا دوري بابا جايت. وصل يا جماعة وصل. راح تجري تفتح الباب. أهلا وسهلا تفضل. وينك 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 اليوم؟ إحنا مفاجئينك. تفضل تفضل. الله في هدية. كيف الأجواء؟ خلاص لا تشوف شيء لا تشوف شيء لا تشوف شيء. أهم شيء هذا هدية صح؟ فاك لازم كده الحركة. لازم هدية لازم. والله لبس أحمر يعني. طبعا هدية. المهم الآن غمض عيونك لا تشوف شيء. خرب قاعد. يلا أيوة أيوة أيوة. I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? والله ايه والله ما اكلت. كويس انك ما اكلت لان هذا الطاوله لازم كلنا معائلين مستني مسكينه جوعانه لازم كلنا نقضي عليها. والله على طول جلس الرجال مو مصدق. والله جعان يمير. والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الحركات هذه شفت الابداع اليوم. انا طول اليوم قاعده اصور كمان تخيل اصور. الو وينك انت؟ اصور واسوي هذه الاكلات كلها تخيل اثنين في واحد يعني. اليوم انهلكت فمستني هديه تسواها. ابشر يا الله. ايش الهديه؟ الله يسلمك. لوني لوني مستعده جات مخدات. يلا بسم الله. يلا عليك. والله مره اول شيء اول شيء ابغى اقول لك انه كل عام وانت بخير. اي صح صح صح. اللي فرشتيه هذا قدامي يخلي الواحد ينسى يقول اي شيء. كل عام وانتم بخير وان شاء الله يا رب ايامك كلها سعاده وان شاء الله الله يحرمنا منك. الله يحرمني منكم ان شاء الله. وان شاء الله الله يخليك لنا يا رب. قولي قولي امير. يلا بسم الله نبدا. والله الله يعطيك العافيه ما قصرتي والله. الله يعافيك. والله شكلك من جد تعبتي. والله انا لو قطعت حاجه واحده والله حتعب. عبد الرحمن لو قطعت طماطم لا غسل الطماطم هذه اللي تعبانه. اسمعي اسمعي ايش اكثر شيء تعبك؟ الكيكة. الكيكة طب نبدأ بالكيكة لأنها تعبتها أكثر شيء. والله يلا والله. يلا بسم الله ندوق الكيكة اللي تعبت أميرة. كم قعدت عليها يعني؟ 10 ساعات. لا لا ما تعبت. يلا بسم الله. والله رهيبة. يعني انت ما عندك العده حق الطبخ سويتينا الحاجات هذه اللي كنت ببيتك هناك ايش كنت سويتي؟ كنت حسوي شفره من هنا لين الاخر. الله الله اول شيء تعطيني توزع الهدايا كي وانا اخر واحد حوزع الهدايا. والله okay. واول هديه لولي. واو ولد سعيد. يلا سربرايز سربرايز. متحمسه وتفتح. طبعا لين البلايدو هذا عندها تموت في الصلصال. طبعا انت شفت انه في انا شايف كيس من سيفوره. اي محل محلك المفضل اللي يخسرك فلوس. بس شكله دي المره راح احبه. اي والله شكله هذه المره راح تحبه بجد لانه هذه هديته. يلا ايش اول شيء اول شيء ايش تتوقع جوا ولا ما تبغى تتوقع؟ خلاص اكيد. اجل يعني سيفوره حيكون مكياج. لا صح والله لا يمكن يكون في ساعه.
امزح ساعه. يلا افتحها وقول لنا ايش رايك. ايوه صراحه لا بس غلط. ايوه كذا كذا اوكي تماسكها. كل عام انت. لا والله صراحه ايش رايك بالحركات. يلا افتحها عبد الرحمن. لو ساعه يحاول يفتح العلبه. ايوه اوكي صح. أيوة. انا قاعد ادور المكان هذا. درج الله شش في الحروف. حطت لي الفاتوره يعني حنزلي لي بيها بعدين يعني. لا عشان اذا ما عجبتك الريحه مثلا او شيء. اوكي بس اتوقع انها تعجبك. اوه ماي جاد. ايه مظبوط والله شكرا. عشان البلوك. اوه ماي جاد الله يعافيك. كيف الريحه؟ خليتي يبخ. لا خليتي يبخها هنا حتى. شمها. اوه حلوه لولي. في شيء كانه انا عارف في عطر. ايوه صح. ايه في عطر. اوه فكرت الكرتون الريحه فاحت. اي والله طبعا عبد الرحمن يحب هذه الشان البلو. طبعا انا احب الشان البلو. إيه بس انا كنت حجيب لك الور بس بعدين قلت لا خليني اجيب ثاني. يلا كويس الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. المهم هديتي. انا ابغى هديتي. ابغى هديتي. طيب لحظه. اول شيء لإيلين ولا لا؟ اول شيء لإيلين. اوكي بس انا شفت فيه كلب واحد. اوكي جوته هدية إيلين. اوكي طيب لا حد يجي. ها لولي تصير الفرحة. انا بص على هديتك اكثر من هديتي. شكلك ما ادري يمكن عجل علبة كبيرة. انا لسه عندي هدية لها ثانية بس بعدين ورا كواليس. افتحي كمان افتحي. قلت لك قطة. دحين حتبيع اللعبة القديمة على طول. والله حتبيعها بتراب الفلوس. على طول حتبيع. اوه ماي جاد. إيلين حلوة الهدية؟ لأنه وحشها توم. والآن أهم هدية طبعاً لأميرة الغالية. طيب يلا دحين أهم هدية طبعاً للحب. ياس لي لولي. لماما يعني. لي هذا. لماما إيلين. والله روح متحمسه والله. ايش الهديه يعني؟ اعطيني التخمينات. انت ايش تتوقعي؟ ايش اتوقع؟ والله ما ادري منك ايش اتوقع. اتوقع شيء ذهب. والله مو ذهب. يا طيب يا يلا خلاص افتح يلا. هذه مغلفه ولا ايش؟ A few minutes later. طيب يا جماعة أميرة مادة البوز لها ساعتين. حلو أنت مشغل الكاميرا. يا كل سنة تقعد جيب لي الفيري حقك ولا هذا؟ أميرة حرام عليك والله غيرت اشتريت بريل ترى أغلى شوية. والله إنه هذه الهدية الوحيدة. هذه هديتك. شفتي جايب معايا شيء ثاني؟ يلا طيب شوفي أنا أميرة والله بقول لك شيء دقيقة لحظة. انا عارف انك حتطبخي وحتضبط الامور فقلت يعني ما يرضيني ان زوجتي تتعب الصحون وتغسل بفيري. الصحون بفيري اللي دائما تغسل. صح وتخليني اجيب لها شيء جديد. بسم الله اميره كيف الصابون مو احسن من الفيري؟ والله معايا كاميرا انتبهي والله حتخرب. لا 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 ايش هذا مقلب ثاني ولا ايش؟ لا والله ما صدقك ايش هذا والله. روح انا راعي مقالب بالله حرام عليك. انا بالبق امسكي يا بنت امسكي هديتك. ايش هذا هديتك؟ خذي يلا قول والله ان هديه وانا مو مقلب. خلاص عرفت. خذي يلا خذي قول والله ان هديه. والله هديه والله هدية حلوة. لا خليني اسمع هذه مرة ترى يا عمو. بس قاعد لا 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 هذه مرة انا مطمن. خذي بسم الله. ايوه يا سيدي الابتسامة كيف رجعت؟ انا صرت اخاف من نفسي يلا مع السلامة. اوه الله يقطع بليزك لا ترميها. ايش؟ ليه قزاز يعني؟ خذي امسكي افتحيها. خلاص انت قاعد تهرب
وش يعني؟ هدية والله هدية من جد رمتها. الله يقطع ابليسك. تعال ولا اقول لك اسمع اسمع تعالي تعالي هنا نفس المكان اللي جبتيه. عشان والله عطشت خلصت. يلا بسم الله افتحي. ايش تتوقعي؟ شكله كرتون جواته حجر والله العظيم. ليه انا عمري سويتها اصلا؟ والله سويتها وقسم بالله سويتها. انت قبل ما يا جماعه من احنا مخطوبين يسوي فيها المقالب هذه مره جاب لي كرتون فيه له حجر. كان كرتون على شكل قلب. انا شكله من الان حنتبه. يلا انا رايح اي شيء شكله قلب حعرف انه مقلب. افتحي يلا. الله الله شكله عطر او والله ما ادري. انا ما استبعد انه مقلب. ليه لفيت؟ ما ادري ايش هذا. عشان تتحمسي اكثر. يا الله الله والله مغلفه ضمير. اف الله جننت انت. والله لو ذهب وكذا متى حفتحها لي؟ لا لا أيوة. يا لا هذا اللي بالي ليش والله ما راح اصدقك الين ما افتح لا بس شكلها مقفل تصدق. او ماي جاد او ماي جاد. لا 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 هذا مستحيل يكون مقلب. هذا وين هذا مستحيل يكون مقلب. ما تفتح. لا ايش اللون؟ اوه هذا فضي وليش؟ او ماي جاد مبروك. الله 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 حنقضيها بكي برضه مره ثانيه. لا 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 الله يكرمك. لا كل مره تجيب لي اياها. انا قلت لك من جد حتبكي دي ليش؟ او ماي جاد ايش رايك فيها بس؟ واو جنن. او ماي جاد يلا وريني هي على يدك. فاكره هذيك المره لما سويت فيك المقلب السنه اللي فاتت؟ ايش قلتي لي انت؟ ما قلت لك شيء. كذابه. حشغلها في الفيديو اسمعوه دحين. استني استني ايش تتوقعي؟ اتوقع هذيك الساعه الافضل اللي كنت ابغاها. ما احسها ثقيله. بالله يمكن كرتونها ثقيل. يلا بسم الله. يلا 1 2 3 روت جدد. او ماي جاد. حتعرف تلبسيه ولا اجي البسك؟ لا اكيد ما يحتاج يا حبيبي. الله. او ماي جاد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. او ماي جاد. الله لا يحرمني منك يا رب. بس ايش الله يحرمني من مقالبك. ها ما عجبتني ما ابغاها. ليش؟ بطاريتها مفصوله بدي اخلصها. يعني انا ما حبني حتى استخدمه لازم اشحنها. لازم تجنن. تكتبوا لي تحت التعليقات ايش رايكم باللون. واو اللون. لا 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 حلو مره صراحه. اللون بيج. وبكذا نكون وصلنا نهايه الفلوق. ان شاء الله تكونوا والله الابتسامه والله فرحانه. شوفوا تشوفوها يا جماعه كيف كانت. الله يسامحك. كنت قالوا بس ايش انا انبسطت اول ما مسكت الجوال. الجوال على طول يقول لي اه عندك ساعه جديده. ايه تجعص علينا دحين نادي. المهم الله يعطيك العافيه صراحه كان يوم جميل. ولولي مبسوطه مع البسه حقها قاعده. المهم حبايبي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفلوق. اذا كنتوا انبسطتوا لا تنسوا تدعمونا بالضغط على زر اللايك. وقبل ما ننهي هذا الفيديو حابين نذكر ثلاثه من اسماءكم. الاسم الاول عندنا نور من السعوديه. الاسم الثاني فرقان احمد من العراق. والاسم الثالث سمح علي من جده. الف شكر لدعمكم وتشجيعكم لنا. الله لا يحرمنا منكم حبايب قلبي. وان شاء الله يا رب دائما كذا نضل احباب واصحاب. وان شاء الله دائما كذا نكون يعني تكتبوا لنا بس تعليقات حلوه زيكم. وبس ان شاء الله اشوفكم على خير في الفلوق الثاني.